قصة مثل شر البلية ما يضحك. من منا لم يضحك في أوقات عصيبة؟ فطبيعة الإنسان تجعله يبتسم أحيانا رغم المعاناة، لأن الابتسامة هي التي تجعل الحياة تستمر. وفي هذا السياق أطلق المثل القائل شر البلية ما يضحك، أي الشر الذي ابتلي به الإنسان هو ما قد يضحكه. قصة المثل: هذا المثل انطلق من حلبة المصارعة الرومانية التي كان يستمتع فيها الشعب بقتل المصارعين لبعضهم البعض بعد معركة ضارية، وأن أحد هؤلاء المصارعين أثناء سقوطه على الأرض ووقت احتضاره نظر لجمهور الناس وهم يضحكون في سعادة قائلا: شر البلية ما يضحك. هل سمعتم بقصة هذا المثل سابقا؟ وهل أعجبتكم هذه القصة؟ شاركنا رأيك في قسم التعليقات.